السلام عليكم، معكم شيماء من كاسترونومي كيتشن. إذا كنت أول مرة كتزوروا القناة كنتمنى تبخلوش عليا باشتراككم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفة اليوم مربى الفراولة. كنحتاجوا الكيلو من الفراولة المغسولة من قبل، كنحتاجوا 750 غرام من السكر وعصير ليمونة. كنوضع السكر على الفراولة، كنوضع عليه عصير الليمونة، كنحركوا الجميع، كنغطيه وكنخليوه ليلة كاملة. من بعد مرور ليلة كاملة كيكون هذا هو شكل الفراولة والسكر اللي حطينا. كنوضعهم فوق النار، نار هادئة، كنبقاو عينين عليهم. ملي كيديروا هاد الرغوه كنحاولوا نزولوها بشويه بشويه. كنخليو المربى ساعه كامله فوق النار هادئه، كنبقاو بحال هكا كنزولوا بشويه بشويه ديك الرغوه البيضاء، حيت الا بقات لنا غادا تخرب لنا هاد الكونفيتير او المربى، ما غاديش يبقى مزيان. بعد مرور ساعة أنا كنطحنو بالميكسور كيف ما شتو. كنعاودو نرجعوه فوق النار وكنزولو ديك الرغوة البيضاء إلا كانت مازال، كنخليوهاش بالمرة في الكونفيتور ديالنا. كنبقاو نجمعوها بهذا الشكل وكنحيدوها، كنخليوه حتى كينشف، يعني حتى كيعقد معنا على حسب كل واحد كيفاش كيبغي الكونفيتور ديالو. كان هذا شكل المربى من بعد ما نشف، يعني تقريبا حوالي 20 دقيقة فوق النار هادية كيكون على هذا الشكل. كنطفيو تحته وكنخليو حتى كيبرد تماما. كنتمنى أنكم تجربوا هذا المربى وينال إعجابكم، وإلى اللقاء.